القدس ينضم إلينا المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور بندور. سيد ليور بندور، أهلا وسهلا بك. سأبدأ معك مما قاله المستشار الألماني في آخر تصريحاته بأن هناك اتفاق في اتصالات مع قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في قطاع غزة. هل يتم التواصل معكم بهذا الخصوص؟ ليست لدي معلومات عن ما تقوله وما تقوله. ما أعرفه أن إسرائيل مصممة على شن إدارة حرب طويلة على غزة لكي نحصل على وننجز الأهداف المرجوة، وهي تقليص القدرات الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في غزة إلى درجة أنهم لن يتمكنوا من تنفيذ عمليات وهجمات وهجمات إرهابية ضدنا إلى سنوات طويلة. ما هي هذه الأهداف التي ترجونها من وراء كل هذا القصف والتدمير الذي لا تهدأ وتيرته حتى الآن؟ استهداف الأبراج، المباني السكنية، البنوك، الأسواق، تهجير الأطفال، النساء، قتلهم، قطع الماء والكهرباء والوقود عن منطقة يكتظ فيها عدد كبير من السكان. الإرهابيون والمجرمون لمنظمة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامي يتسترون داخل المباني المأهولة بالسكان ويعلمون عن الاكتظاظ السكاني في غزة، ولكن بشكل متعمد يتسترون في هذه المباني وفي المستشفيات وفي المدارس وفي أي بين سكانهم وعلى مين تقع المسؤولية عن ذلك عليهم. عندما هاجموا إسرائيل عرفوا ذلك، ولكن نحن نعلم إنهم يستخدمون السكان في غزة كذراع بشرية. بالتالي هل هذا يعطيكم الحق؟ إسرائيل فقط تدافع عن مواطنيها، الشيوخ والأطفال والنساء، هل هذا يعطيكم الحق لاستهدافهم بهذا الشكل بهذا العنف؟ عندما هاجموا إسرائيل بهذا الهجوم الإرهابي حولوا أنفسهم إلى أهداف عسكرية مشروعة حسب كل المواثيق الدولية. ويحق لأي دولة عندما تهاجم مثل ما حدث يوم السبت الماضي أن تدافع عن أنفسها وعن بيوتها وعن مواطنيها وعن أمنها وعن حياتها. هذا حق أساسي جوهري في المواثيق الدولية. لنا الحق في الدفاع عن النفس، وليس فقط الدفاع عن النفس، لكن المنظمات الدولية بشكل حاسم ومطلق، لأنكم تتجاوزون كل الأعراف والقوانين والأنظمة الدولية وترتكبون جرائم حرب بحق الناس والمدنيين. سئمنا وزهقنا من هذه الانتقادات وهذه الخطابات التي تدعو إلى ضبط النفس، ونحن نستهدف فقط الإرهابيين. لا نريد قتل المدنيين الذين يدفعون للأسف هذا الثمن الباهت. لا نريد ذلك. من يريد ذلك هم هؤلاء الإرهابيون والمجرمون، لسنا نحن. نحن نستهدف الإرهابيين فقط، نستهدف البنية التحتية التي يملكونها، المباني التي يخبه فيها أسلحة وصواريخ. لا، علينا أن نتصدى لهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي نعرفه. لكن كل ما نراه هو قصف لهذه المنازل والمباني المدنية والسكان وتهجير لهم. الآن إلى أين تريدون أن تصلوا يعني بكل ما تفعلون؟ يعني ما الأهداف الاستراتيجية؟ هل تريدون تدمير هذه المنطقة، تسويتها بالأرض كما نشاهد الآن؟ أحياء بالكامل أصبحت مساواة بالأرض الآن. إلى أين تريدون أن تصلوا؟ أقولك علي أن أقولك بصراحة، هذه الأسئلة لا تعجبني. لماذا؟ لأنه هنالك أنا شايف أن هنالك مقارنة بين ما تقوم بإسرائيل وما قام به الإرهابيون والمجرمون لهذه المنظمات الإرهابية. هنالك مقارنة، هذه المقارنة لا تجدي نفعا، بالعكس هذه المقارنة تشجع الإرهابيين على استمرار ما قاموا به.
يعتقدون أن العالم يصفق لهم. علينا أن ننتبه لذلك، علينا أن ننظر إلى هذه المسألة بشكل أوسع. ما هو الشكل الأوسع؟ حماس والجهاد الإسلامي يشكل تهديد ليس فقط على إسرائيل. صحيح، قتلوا يوم السبت إسرائيليين، ولكن يشكل تهديد على السلطة الفلسطينية. وأنتم تتذكرون كيف هم قتلوا ورموا من السطوح زملائهم وإخوانهم الفلسطينيين من السلطة الفلسطينية عام 2007 بعد خروج إسرائيل من غزة. نحن نعلم أن هنالك الكثير من العرب والمسلمين في العالم، وفي السعودية وفي الإمارات وفي المغرب وفي تونس وفي فلسطين وفي غزة كمان وفي إسرائيل أيضا، الذين هم قلقون، يقلقوا جدا من الهمجية والبربرية التي ينتهجها هل قصفت إسرائيل معبر رفح؟ بعض وسائل الإعلام تداولت ذلك سيد ليور. نعم، هل صحيح أن إسرائيل قصفت معبر رفح؟ ويقال في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك تهديدات وجهت لمصر بقصف أي مساعدات تصل إلى قطاع غزة، هل ذلك صحيح؟ انظر، أنا دبلوماسي، لست من وزارة الدفاع ولست من جيش الدفاع الإسرائيلي. ربما هذه المعلومات صحيحة وربما ليس صحيحة، مش عارف، أنا لا أعرف، ولكن علينا أن ننظر إلى المسألة بشكل استراتيجي، على لا أن نفهم ونشرح لكم ونشارككم لماذا نحن نقوم بما نقوم به في غزة، لكي ندافع ليس فقط على إسرائيل، عن إسرائيل، وإنما على عن هؤلاء، كل هؤلاء الذين يريدون أن يروا من الشرق الأوسط آمن ومستقر، وهم عارفين ومدركين أنه مع حماس والجهاد الإسلامي وهذه الهمجية لن نصل إلى هذه النقطة. إذن أعتقد أنه ما تقوم بإسرائيل سيخدم الجميع، وأنتم تعلمون ذلك، على الأقل جزء منكم يعلم ذلك. شكرا لك ليور بندور، متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية من القدس.